هو السلعه هي غاليه، الزيت غاليه، الدقيق غالي، الجنجلان غالي، يعني حبه حلاوه 80 درهم 90 درهم، يعني غاليه. هو انا كنصح الناس اللي غيخدموا تاخذ الكونتيتي كثيره، تصبر وتاخذ الدقيق، تاخذ 24 كيلو، يعني هذيك زبينه 100 درهم، 100 درهم ديال 25 كيلو، راه 25 كيلو تخرج لك الخير والخمير ديال الشباكيه. وتاخذ 5 يترو ديال الزيت، كناخذ انا 5 يترو، كدير الزيت ب 110 درهم باش كناخذها جمله، هي كدير 120 درهم روميه. كتاخذي زيت العود راه كاينه ب 75 درهم اللترو. كاين الا جاب الله غديري الكونتيتي، كديري كاس فيه النص زيت العود والنص ديال زيت الروميه. كاين انا كنخدم بزيت العود، انا لان لا كوموند ديالي الناس ديالي دائما كيجيو، انا كندير الزبده عاديه، كنطيب كاز، كنسخنو، كندوب زبده عاديه، كندير الزبده عاديه. كاينه الزبده عاديه ديال فين زكان، هاد الزبده الروميه اللي كدوب راه رخيصه شي شويه، كدير 60 درهم 70 درهم الكيلو، راه كيلو تبارك الله يخرج لك كيسان. انا كيطيح عليا الكيلو تقريبا فيه 15 درهم تقريبا ديال الربح، ما فيهش بزاف، ولكن هو الكونتيتي الا كتبيع بزاف بحال دابا، يعني ما غاديش نبيع الكيلو، راه غادي نبيع تبارك الله 6 كيلو 8 كيلو 10 كيلو دائما. بحال هاد الدقيق اللي درنا كاس كاس كاس، راه كيخرج لكم 5 كيلو تاع الشباكيه. اربعه الناس دابا بحال كاس كاس راه زوينه، كتخرج 5 كيلو ديال الشباكيه، دائما كيلو ديالك انت ربح، هذاك الكيلو اللي غتبيع ب 80 او 70 درهم دائما ربح، هذاك ربح. انا كنبيع المقومه فيها شويه د اللوز، وفيها جنجلان، حبه حلاوه، زيت العود، الزبده عاديه، يعني فيها القوام مقومه كامله ب 80 درهم الكيلو، شي حاجه زوينه. وكندير الزيت والعسل، كنطيبها بالراس الزيت، العسل، العسل كندير، كنطيب بالقوالب ديال السكر، كندير جوج كيلو جوج كيلو، ربعة كيلو ديال القوالب، ربعة كيلو ديال السكر، يعني جوج قوالب ديال السكر في الكميلة. كندير تقريبا نص كيلو ديال الحامض، وكندير جوج عواد ديال القرفة، كنديرهم وكندير الماء، كل جوج كيلو بإترو الماء، كندير تقريبا جوج إترو نص الماء، وتتخلي حتى كتولي ديك الكشكوشة. ملي كتكون ديك الكشكوشة كتزيدو قطيرة، أنا كنعصر فيه الحامض عاوتاني، كنعصر فيه واحد ربع كاس د الحامض وشوية د الماء، كنخلطو كنخويه وصافي كيطيب. راه كتشوف خص العسل يكون كتخليه يبرد شوية وكتطلعو، يعني ما كيتقطعش، كتمسو بمعلقة ولا بيديك، يعني ما كيتقطع. غالي 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 غالي. داك العام خدمنا شباكيه فيها الخير والبركه الحمد لله والشكر لله، صدقنا فيها شويه وكلينا شويه وربحنا شويه. هاد العام حتى الناس اللي كانوا كيديروا شباكيات بزاف ما بقاش، ماشي بحال هاد العام كل كراج كتلقى حال شباكيه من هنا. هاد العام لا، هاد العام قليل، وحينتي كلشي غالي، كلشي غالي. واللي قلتي ليه 80 درهم راه ما يعطيكش 80 درهم، راه المساكن كتقول لك غاليه عليها شباكيه ب 80 درهم، غاليه عليها شباكيه ب 80 درهم، حتى ب 70 درهم غاليه عليها. كيقولوا لك راه كاينه بحال هادو اللي في السوق راه كيبيعوا غير الماء الدقيق، غير الدقيق، ما فيها لا زبده لا زيت العود لا جنجلان لا حتى حاجه، راه غير الدقيق والماء. ايوا الدقيق والماء، ندير لهم العسل والزيت، راه كتكون قديمه والله اعلم، ما يمكن شويه. هادو كيبيعوا ب 600، انت كيديروا الكونتيتي كثيره وتيبيعوا كل واحد هو. حنا كنديروا مقومه وديال الدار، شي حاجه صحيه وزوينه. ديها هكا مزيانه.